الضغط لسه ما نزل، يعني العملية رح تتأجل كمان شوي. اليوم رح أعمل العملية. روح نادي لي الدكتور. إذا ما نزل ضغطه اليوم بيستنى لبكرة بينزل. ليش عم يعاند هيك يا عابد؟ شو بيعرفني؟ الأحسن أنت تحكي معه معلم. ليش بدي أحكي معه؟ أنت وصل له يلي قلت لك يا. أصلاً ما بدي يعمل هالعملية من الأساس. ماشي رح وصل له معلم. كتير منيح ورد لي خبر. وينه زازا؟ إمتى رح يجوا هالجماعة؟ قالوا على الطريق. عملية المعلم ردت تأجلت يا عبد الحي. ضغطه عالي. التوتر من جواته ما نو حابب يعمل العملية، بس رح يعملها يا باسة راس. ما بقدر أعمل العملية قبل ما ينزل الضغط. يعني بحال إجيت لعندكم إسعاف كنت رح تنتظر الضغط لينزل؟ حضرتك بتعرف مثلي قديش هالعملية صعبة وحساسة. سبق وعملتها. ما عم بقدر أفهم ليش أنت ما بدك تستنى كم يوم. لأنه ما عاد بدي استنى. اليوم رح تعملوا لي العملية. بس يمكن ما تقوم منها. مو كتير فارقة معي. بس نحن ما منتحمل المسؤولية. لا بدكم تتحملوها، وإذا ما تحملتوها أنتوا رح لاقي حدا غيركم. القرار عندك. إذا مصر هيك بتوقع لي على ورقة بتتحمل المسؤولية أنت. عابد جيب لي ورقة بيضة وأنت بتعبيها شو ما بدك. بحكي مع الست الوالدة معلم. بس في ببقى بحكي معه. اتصل فيه وخليني احكي معه. بالبيت ما في حدا معلم. اتصل على الدكانة بلكي عند أبي. عمو عمر أنا عابد، المعلم بده يحكي معك. ابنك بده يحكي معك. بابا؟ شو ابني؟ خلصت العملية؟ لا أمي رح فوت بعد شوي، حبيت اسمع صوتكم قبل العملية. يا ابني قلبي مو مرتاح لهالعملية، ليش كل هالقد مصر انك تعملها؟ امي انا اخذت قراري وخلاص. وليش مفكر انه اذا اخذت قرارك يعني انه قرارك صحيح؟ وبدي افهم ليش نحن هلا مو جنبك بالمستشفى. ممكن احكي مع بابا؟ الله لا يحرمك من رحمته يا ابني ويوقف معك بهالمحنة. يا رجال عم يقول انه بده يحكي معه. ما بيسمع مني اصلا، ليش لا يحكي معي؟ الله يوفقك، احكي معه هلا مو وقتها. تفضل يا ابني. بابا نحن ما ودعنا بعض منيح. هادي اللي صار. ما عم تفهمني ما هيك؟ ليش لحتى ما افهمك يا ابني؟ بس ما بعتبر يلي عم تعمله صح. بابا انا تعبت كتير ومليت. إذا في جراح بيقدر يغير لك حياتك عن جد ويريحك، معنى تخلي يعمل لك عملية يا ابني. إذا في طبيب بيقدر يغير لك القدر تبعك، سلم لي عليه وقل له يعمل لك قدر تاني يريحك ويرضيك.
وانت يا بابا سلم لي على اللي كتب لي قدري، يمكن انا هلا بحاجه هالشيء اكثر. ديروا بالكم على حالكم. ما عم يقبلوا القصة معلم، ما هيك؟ أكيد ما رح يقدروا يقبلوا. معلم، هي صار لنا أسبوع وضغطك ما نزل، بلكي هالعملية ما منيحة. عابد، أنا رح أعمل العملية. يا معلم، شو رح يتغير إذا غيرت وشك وصوتك؟ أنا يلي هلأ رح روح، وهيك ما عاد حدا رح يعرفني. بس أنت رح تعرف الكل. قبل هالمرة عملت هالشي، قديش قدرت انك تبعد عن عيلتك وعن الناس يلي بتحبون؟ هالمرة رح اقدر بعد عنهم. يا معلمي، حتى اذا عملت وش تاني، بحط المسدس براس حدا من الناس يلي بتحبون وبستنى، اكيد رح تيجي دغري. عابد، انا بهذا الوش او باي وش تاني عم اخسر الناس يلي بحبون؟ عندي قوة غير كل شيء، بس ما عم بقدر غير القدر تبعي. معلم، وقدر امتنا شو رح يصير فيه؟ شو يعني هاي الأمة ما عاد عندها ابن غيري؟ عم ينزل، خلينا نستنى شوي عليه. يا حبيبتي، حبيبة قلبي، أنا اشتقت لك كتير. اشتقتي لبابا؟ ايه، اشتقت لك بابا. أنا بحبك كتير. بتحبي لي البابا؟ ايه، وانا كمان بحبك كتير بابا. رهف، لوين رايحة؟ لا تروحي. سمعتيني؟ بابا، بس انا مو اسمي رهف. Thank you.
سكروا له الجرح بسرعة. واضحين أكثر. ليك هذا الطريق اللي لازم نروحه. وبعدين بدنا نهرب من هون أو من هذا الطريق. إيه ماشي تمام. أو من هون. إيه بصير. ولا شيء بس تعطلت السيارة. ماشي يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله معك. مركز 82-5 مركز 82-5 حدا قدر يلاقي السيارة؟ مركز 82-1 نحن ورا السيارة. من المركز لكل الدوريات رقم واحد عم تلاحق السيارة المشبوهة، بس مو معروف كم واحد فيه بالسيارة. إلى المركز، السيارة مرت من قدامنا. السيارة رقمها QU577 ماشي باتجاه الموقع الأول. 82-6 جهزوا حالكم، السيارة قربت منكم. الدورية عم تستنى لقدام شوي. قربوا من السيارة. حالكم زلوا السيارة كلياتكم.
هلكم نزلوا من السيارة. يلا نزلوا. ارفعوا ايديكم لفوق. قربوا لقدام. نزلوا من هون. امشي. امشي امشي يلا. هلا جابوهن على المخفر. ما بعرف كيف قدروا يمسكوهن. إذا ما طالعناهن هلا رح تنكشف هوياتهم. أنا بحاول دبر الأمور سيدي. واقف عدو. رح نستمر بعملياتنا هي حتى يتحرر شعبنا. رح نضل عم نلحقهم لحتى نسيطر على المنطقه كلها. لكن السهر تبعي ما حدا بيجيبه. يا لطيف على هالحكي. استشهدوا شرطتنا على ايدين ارهابيين. شو عم تحكي؟ شو هالحكي هذا؟ شو عم هلا اخذوهم على المخفر. بكره بيطلقوا سراحهم. رح يدير دم الشرطه. روحوا على المخفر خلينا نشوف. يلا شباب. يلا يا شباب. يلا بسرعه. هلا سيدي الناس قايمة قامت علينا. ما بنحسن خليهم عنا أكثر سيدي. مين حضرتك وشو جاي تعمل هون؟ من المخابرات. اذا ما بتطلعوا هدول من هون رح يقتلوهم. يلا بسرعة. لوين بدنا نروح؟ على مرسين، ومن هنيك بتروحوا على قبرص. أعطيني تليفونك. ألو؟ الرمز 194. لازم أحكي مع شارون هلأ بسرعة. شهميران، بدنا نشوفك على رأس هاي المنظمة. صار وقتك بكفي هيك. طول ما الزعيم تبعنا بعده عايش ما حدا رح يقدر إنه يكون رأس المنظمة غيره. الزعيم أسس المنظمة ومشي الحال. القائد الجديد هو يلي رح ينقل المنظمة من منظمة إرهابية لمنظمة بطلة بعيون الناس، وهذا الشيء أنت رح تقدر تعمله. وطبعاً نحن رح ندعمك أكيد. لازم تساعدني لأعمل عمليات كبيرة ضد الجمهورية التركية حتى تخليني أقبل بهذا الشيء. رح نساعدك،
رح نعطيك الفرصة لتقدر تعمل أول عملية نووية بالعالم كله. مو بس تركيا يلي رح تعرفك، كل الدنيا رح تحكي بيلي رح تعمله. أنا آسف على المقاطعة سيدي، بس صار مشكلة بالعملية. مشكلة شو؟ انمسكت الخلية. شو؟ قدرنا نتدخل ونهربهم من المخفر، بس ما لقينا محل يروحوا عليه. وينهم هلأ هني؟ هلأ هني موجودين بين أدنى ومرسين، ناطرين تعليماتكم ليعرفوا كيف يتحركوا. سيزاي قال إنه جماعتنا هي اللي كان لازم تعمل العملية. هلأ إذا مسكوا جماعتك رح تعلق الحرب بين تركيا وإسرائيل. سيدي كانوا عم يسألوني إذا بيقدروا يلجأوا للقاعدة الأمريكية. جيشنا يلي بالعراق كم سنة أخذ منا شرح هالشي للقيادة بواشنطن لوفقوا بالأخير؟ قديش خسرنا من الجيش الأمريكي على الفاضي؟ ما بقى في قواعد ولا في ضغط صحافي. قديش في شغل حلو بالحياة وبتكسب من وراء مصاري، وهو أنك تقتل الناس. أرون، سمعت أنه في مشكلة بالأسلحة النووية تبعنا يلي بتركيا. عفواً، شو المشكلة؟ أنا ما بعرف لف ودور، الشغل شيء والصداقة شيء تاني. عندي أعداء بأنقرة أكتر بكتير من واشنطن. هاي الإشاعات هن يلي عم يطالعوها. أنت مهمتك إنك تروج لسياسات بلدنا بالمنطقة، إنك تقنع رئيس الحكومة التركية ينفذ سياساتنا مو مخططاتك أنت. عم بسألك بشكل واضح وصريح، هدول القنابل عندك ولا لا؟ ممكن بعد إذنك تسمح لي دقيقة؟ وليش بدي أقدم لك هالخدمة يا شارون؟ اللي شو بتريد مقابيلك؟ في غراض عندك وهنين لي شارون؟ الغراض رح ترجع. إذا هيك رجالك رح يضلوا ضيوف عنا بالقاعدة الأمريكية لبين ما ترجع الأغراض. إذا ما رح ترجعون فرح سلموا للأتراك. اتفق. احكي مع القاعدة الأمريكية، خليوني يدخل الجماعة، مو مشكلة. كم ساعة ورح كون بالقاعدة، ما يعملوا أي شيء أبداً لبين ما أرجع. حاضر سيدي. هلأ نرجع لموضوعنا، شو كان سؤالك؟ القنابل عندك ولا لا؟ جاوبني. ما حدا بيقدر يسألني هذا السؤال غير الرئيس، ومن هلأ ورايح ما بتفوت معي بمواضيع تتجاوز صلاحياتك، لأني بدفعك الثمن غالي. اتصلوا بهذاك الزلمي يلي اسمه داود وخبروه اني عم انتظره بلوبي الفندق. عنك. الأسماء تبعنا وصلت لعنده، لازم تخلينا نفوت على القاعدة. ما وصلتني أي أوامر بهالشي. بتكون الأوامر وصلت لعنكم هلأ،
اتصل بمعلمك، إذا ما خليتنا نفوت راح تواجه مشكلة. سيدي في 4 أشخاص على الباب وطلبوا يدخلوا. ماشي، فيك تدخلوا. حاضر، راح نفوتهم. كريم، سلام عليكم. وعليكم السلام. شو وين ذو الفقار؟ عالطريق. لك جوهر لشو جايبني لهون بكير؟ ها نحن متأخرين ساعة عن الموعد خالي. معقول نسيان انه مأخرين الساعة؟ انت ما غيرت ساعة ايدك؟ لا معلن النسوي. شو أخي؟ شو العدالة هاي؟ معقول تجيبني إلي بالأول؟ وذو الفقار بيجي بعدي؟ يعني هلأ هاد صار كبيرنا؟ أنا من الصبح عم استنى هون يا زازا. هلأ هيك بيصير معناتها أني أصغر منكم اتنيناتكم؟ حاشا، أستغفر الله، بس النطرة بتكبر من شانك، ما هيك؟ زازا، شاني إلي وترك لي إياه على جنب. اتنيناتكم عينتوني يكون الحكم بيناتكم، شو هلأ بدك تملص منا؟ لا طبعا لا، نحن لا منهرب ولا منتملص من حدا. ايه هلأ رح نستنى ونشوف. بس لمعلوماتك يا سيد ميماتي المحترم، جوهر ما عليه حق أبدا. هذا ابن أنقرة حابب يعمل المشكلة. ابني نجدات، مزبوط هالحكي؟ كل شي بتقوله صح خال. زازا، معقول جايب لي شاهد زور يحكي معي قبل ما تبلش المحكمة؟ حاشاك، بس الولد لما بيوقف قدام حضرتك بينفعل كتير وبيبين عم يكذب. أتذكرت وين رفيقك علم دار؟ لك ما رحنا لنعزيه، الزلمة مسكين راحت مرته وبنته الله يرحمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ممنونك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا كبير. أهلا وسهلا سيد الفقار. أهلا وسهلا فيك، بس ما تواخذونا، نحن جداد على المواصلات باسطنبول، الشوارع مليانة وكلها عشقة. يعني شغل بالنا، معقول ذي الفقار يكون ضيع الطريق؟ نحن طريقنا مبين ومنعرفه وما منرجع بكلامنا على الموت. طول بالك، قصدي المواصلات، يعني ما فتت بطريق معاكس؟ لا ما فتت. يعني فرضا رحت بطريق غلط رح تضطر تلف وترجع. شو يعني طريق معاكس؟ نحن ما منفوت بطريق معاكس أبداً. يعني بالتخت ما بتقلب من اليمين لليسار؟ لا ما بقلب. زازا، شو قصتك؟ شو بدك بهالحكي؟ لا يعني عم يحكي ذو الفقار بطريقة يعني كأنه هو واقف بالنص ونحن عم ننطط من هون لهون. ليك ما بعرف شي بالنسبة لإلك،
بس رجالك على طول عم بيدوروا بالساحات مثل المقاطيع. المعلم عم يساوي عملية ونحن هون عم ندفع الضريبة. ايه هيك هي الحياة، لا انت بتحسن تترك الحياة ولا الحياة بتتركك. وليش هيك عم يساوي المعلم مراد؟ عم بيحاول يهرب من حاله او يهرب من قدره، بس رح يقدر يهرب؟ ما بعتقد رح يقدر. ما بعرف، بس هالمرة عن جد. شو خالي؟ تشرب شاي؟ لا. تشرب شاي زينال؟ لا ما بشرب. أنا رح أشرب لكان. أنت عود محلك ولا تقوم. طيب بشرب مي. ما أنك عطشان ما هيك؟ طيب خليني أروح على التواليت خال. نجدت استقبال المي وتوديعة ممنوع. داخل إيه؟ أنت شو جابك؟ حدا ضربك على إيدك وقال لك تجي؟ إذا طلع الخال وما لقاك بيعمل مصيبة. أنا قلت لك لا تخبي الحجار، صرت هلأ أنا يلي رح يساوي مصيبة؟ نجدت لا تخليني أكلك بلا ملح. ميماتي عطي القرار اللي بدك تعطيه، خليتني أحكي ألف مرة. يلي عم تقوله ما عم يقبله زازا، ويلي عم تقوله يا زازا ما عم يتقبله ذو الفقار. كيف بدي أقبل بحكيه؟ أنا ما عم أقول غير الحقيقة. يعني قصدك نحن عم نكذب؟ هذا رجالك زينال عم يكذب من خوفه منك، عم يكذب كثير واضحة. زينال بحياته ما بيكذب. شوف يا، حتى أنا مستعد أكذب من الخوف. مثلا يعني أنا ما بخاف، بس يعني فرضا. زازا فيك تقلي ليش راح جوهر على محل السيد ذو الفقار؟ قال نجدت لجوهر إنه انحصر كتير، قام قال له جوهر خلينا ندخل على شي محل ليرتاح. الولد كان محصور شوي، ما قدر يتحمل، شو بده يعمل؟ قام دخلوا على محل هدول الجماعة. خالي من شان الله بلا ما نفوت لهون، ما تنسى انه انت تبت. ابني ما رح العب، بدي شوف رفيق قديم لي. اللي مين رفيقك؟ هلا فوت لعنده وبنادي لك اياه وبتشوفه هون. وهيك هنن وقت كانوا بدهم يطلعوا دخلوا عليه جماعتنا، ترجوا له جوهر. تعال اقعد لانه عم ندور على لاعب رابع. ليش عم تحكي هيك وبتكسر بحكي؟ ما في داعي ليترجوه. جوهر لما بيشوف اللعب ما بيتحمل. ما خليت طريقة، حلفته يمين وحطيت إيده على المصحف، بس الزلم ما بيقدر يتحمل. ميماتي هلأ أنت إذا شفت واحد بتكرهه بتقدر تمسك حالك وما تقوصه؟ وهو هيك نفس الشيء، ما بيقدر يتحمل. استفزوا لجوهري وتحدوه. شو خايف على المصاري؟ شو خايف إنه تنغلب؟ وهو ما بيحسن بهالحالي يقول له ما بيصير وأنا بخاف من خالي. قعد على الطاولة معهم، قال لحاله منقعد شوي منعلمهم كيف اللعب ومنحمل حالنا ونطلع. خالي قلت لي لعبة واحدة وصاروا أربع جولات وعم تنغلب فيهم. كله بسببك، روقني شوي، على طول عم تحكي فوق راسي. خلونا نلعب لعبة تانية. بكفي غير مرة. ليش بيصير تخسر الزلمة وتقوم يعني؟ قعد محلك ولك. هالمرة بدنا نلعب على الكبير، هيك اللعب بيصير أحلى. يا منروح فيها يا منروح. لعبة واحدة؟ شو هي اللعبة تبعه؟ الناس قالوا بدنا نروح، لك صار يقوس على الناس. جوهري جوهري سحب سلاحه وقوص، هيك بدك تقول؟ زازا لوين بدك توصل هلا؟ خلصنا يا جوهر. ما قوص عليه، قوص على اللي قل الأدب عليه. خالي ما بدنا نتبهدل. Thank you.
من شان الله بلا ما تخش. معلم جوهر ما بصير تتوشوشوا هيك. ما في شي كلام فاضي، عم ينق مشان يروح. ولا هو لا بيفهم باللعب ولا بالحجار. مثل ما بدك خالي، ما عاد احكي. هاي عطيتكم كل اللعبات الأولانية، بس عن جد ما طلع لكم. هيك بتلتعب على أصولها. ما بتستحي مخبي حجار؟ انت شلون بتحكي هيك مع خالي؟ نجدك ليش هيك تسرعت وضربت الزلمة بالخشبة؟ لأني ما بقتل أنا خال، أنا بضرب بس. خال ليش أنت قوصت عليهم؟ سكوت نجدات سكوت. أصلاً بسببك ما إجاني حجر كل هالسهرة. ور 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 بتضل تنق فوق راسي. نجدات ليك، إذا هي الشغلة اللي صارت هون بتوصل لخالي، أنت بتعرف شو بعمل فيك، ما هيك؟ هلأ أنت قلي، إذا سحبت سلاحك على حدا ها؟ ما بتقوص؟ وصلت للحكم. أنا كنت ناطر العدالة منك، تفضل. بهي الشغلة الحق على جوهر، وما رح قلك تعطي جوهر لإله من شان ما يصير بيناتكم تار. إيه بس رح تدفع تعويض للشباب هدول يلي تقوصوا، 10 ملايين دولار. ها؟ ما سمعت؟ 10 ملايين دولار. يعني شو جوهر مقوص على جون كينيدي مثلا؟ ذو الفقار ما رح يدفع كل المبلغ للشباب يلي تقوصوا، رح يوزع قسم منه صدقة على الفقراء، وما عاد في حدا رح يلعب قمار بالقهوة، وهيك ما بيعود في مشاكل من هداك النوع بالمحل عندك، وما عاد رح يقدر جوهر يلعب قمار مرة تانية. ايه والله، انت هيك عم تعاقب جوهر ولا عم تعاقبني الي انا؟ زازا، بعد ما تدفع انت هذا المبلغ بيسترجي بقى جوهر يمد ايده على الورق او الحجر او شي تاني؟ شو بتخليه يمده؟ مستعد اني اقطع ايدي تنتين بنص هالمصاري اللي راح ادفعهم من ورا راسه. خلصنا من هاي المشكله. ذو الفقار قال ايه والله وافق. انت شو بتقول؟ حسبي الله حسبي الله. شو بدي اقول؟ اتصل مرة تانية. اتصل. شو يعني مسكر موبايله؟ هاي ليكني عم بتصل فيه، معناتها هلأ مو فاضي، بس يفضح عابد بيتصل. معلم ميماتي لازم ما نحكمك وقت بتكون متوتر، ما بيصير. ارتاح، أنا ما بدخل عواطفي بالشغل، ما تخاف. شلون ما بتدخلها معلم؟ عطيت قرار عاطفي 100%. لكان معقول 10 ملايين دولار مشان كم جرح تافه؟ ايه انا هيك مفهومي للعدالة. ماشي، انا بني ادم، العدالة عند ربك وبس. شو عابد طمني؟ شو؟ شو؟ قلي شو اللي صار؟ عم يقلي خطفوا المعلم.